الحقيقة مثل ما قلت لكم النظرية الأساسية اللي كان عم يحاول يقدمها تشارلز هي نظرية البرو آم اللي كان عم يقدمها. بشكل أساسي مثل ما قلت لكم النظرة التقليدية لإلنا إنه نحن في عنا بروفيشنالز خبراء، في عنا أشخاص مبتدئين مشجعين في أقصى الحالات، هواة بنقول لهم نظرهم باحتقار طبعا غالبا، ما في شيء بيناتهم. الحقيقة بغض النظر حتى عن موضوع الانترنت، بغض النظر عن اي شيء، هذا الكلام مو صحيح ابدا على الاطلاق. في عندنا دائما ناس بالنص. هلا الناس هذول اللي بالنص اللي هم فينا نقول اول شيء اول مرحله انه بيكون شوي عنده مهارات، بعدين بيصير ملتزم ذاتيا وجدي بشغله، بعدين ممكن يصير فعلا عنده مهارات مماثله تماما للمهارات الموجوده عند الشخص الخبير. هذول الاشخاص هن اللي اسمهم البرو. طبعا اللي بيميزهم هو انه مثل ما قلت لكم حس الانتاج عندهم، استهلاكه اللي عندهم هو انتاج. يعني هو مثلا بيشتري كمبيوتر مو مشان يلعب فيه، مو بس مشان يستهلكه، مشان يبني عليه برامج، تمام؟ فهو بالنسبه له متعته انه هو ينتج، تمام؟ لذلك في مصطلح اخر كمان موازي هو البروسيومر. البروسيومر هو دمج بين كلمتين البروديوسر والكونسيومر. كمان ما عاد فيها الحاجز بين انه في عندنا ناس منتجين موجودين بالمخابر وبالجامعات وبالمراكز الابحاث المتقدمه جدا، هن اللي بيساووا كل التكنولوجيا ونحن بس شغلتنا نشتري التكنولوجيا ونبيعها ونستخدمها. الحقيقه هلا اختفى هذا الحاجز وبلش ينصهر عندنا هي الفكره. طبعا ذكر تشارلز امثله نوعا ما قديمه، ذكر مثال الدراجات وكيف انه ناس حولوا دراجات عاديه، يعني فكره الدراجات الجبليه هي اصلا رغم انه يعني كنا بننظر للدراجات الجبليه انه لما نكون صغار انه واو هي شغله كثير كبيره وكذا، هي بكل بساطه كانوا الناس العاديين هم اللي اخترعوها لانه هم اللي حسوا فيها، والشركات الكبيره ما بلشت تصنعها الا لبعد 10 سنين، وهي احد هي الدراجه القديمه وهي اسم اول دراجه اخترعت تقريبا بعد اكثر من 15 سنه او 10 سنين. مثال اخر ذكره احبيت اورجيكم الصوره هو هذا المرصد اللي حكى عنه، هذا المرصد اللي موجود بشمال بريطانيا. طبعا احس لكم هو ذكر انه في عندنا جيل جديد من المراصد الرخيصه الموجوده بين ايدي المستخدمين العاديين. احس لكم ليش تتوقعوا؟ حاولوا تتخيلوا شوي شلون ممكن يكون شكله او حجمه. قديش تتوقعوا حجمه؟ لاحظوا هي شكل كثير بسيط. فحقيقة في هلا نحن التكنولوجيا عم تتطور بشكل كثير كبير لدرجه غير مسبوقه، لدرجه انه مجرد حماسك وشرائك لبعض التكنولوجيات البسيطه عم يخليك انت على نفس المستوى مع الخبراء. وهذا الشيء الى جانب العديد من العوامل عم يساوي العديد من التغيرات اللي هلا عم نستعرضها. احد اهم القصص، احد اهم الامثله على البرو آم هو البيرسونال كمبيوتر نفسه. تخيلوا حالكم لسه بالعصر اللي لسه ما كان في ترانزستور مخترع، ما كان في كمبيوترات اصلا، وانت يا شخص خبير قاعد انت بالمخبر وسمعت انه اي بي ام ساوت شيء اسمه بيرسونال كمبيوتر حطته بالسوق، فانت شو حتقول؟ قال ساووا بيرسونال كمبيوتر بدنا نخلوا الناس العاديه تقعد تخبص الكمبيوتر. قال بنكت بيقولوا لنكت رفيقه انه قال سمعت انه في واحد عمره 16 سنه اشترى الكمبيوتر، شوف هالمهزله. فبالحقيقه البيرسونال كمبيوتر كان اختراع كثير عظيم. هلا ما طلع منه شيء كثير عظيم، يعني بالبدايه شو حق انت لما تعطي واحد عمره 16 سنه كمبيوتر شو حيساوي فيه؟ حيساوي صوره، حيساوي ملف وورد، ما هو شيء عظيم، لكن رغم هذا الشيء هذا هو الشيء العظيم بالبيرسونال كمبيوتر. الشيء العظيم هو نظريه تسمى اللونج تيل. لونج تيل لما تكون التكنولوجيا كثير كبيره كثير مكلفه، فعمليا انا ما فيني لبي احتياجات كل العالم. يعني بالتلفزيون مثلا انا ما فيني احط برامج لكل العالم يعني بتوافق احتياجات كل العالم تماما، وانما فيني اعطي خصص لبي احتياجات الشريحه العظمى من العالم، لكن بنفس الوقت هذا الشيء اللي عم بقدر اديه هو شيء كثير قليل. فبالتالي هذا الجزء صحيح عم بقدر انا البي احتياجات مليونين او 3 ملايين شخص مثلا برنامجي، لكن بالمقابل هو شغله صغيره، شغله صغيره فقط. بقيه الدليل
عندي شغلات صغيرة كتير بس بتناسب احتياجاتك إلك أنت كشخص. أنت مثلاً بدك تساوي حفلة، بدك تساوي تطبع بطاقة صغيرة توزع على الناس اللي حواليك. ما فيك بكل بساطة تروح عند المطبعة وتساوي هذا الشيء، لأنه هذا الشيء كتير مكلف. لازم يكون عندك شيء مليون مدعو حتى يطبع لك المطبعة. فهذا الشيء شو أهميته كانت؟ أهميته أنه أنت صار فيك تساوي كتاب. أهميته أنه أنت صار فيك كشخص عادي تساوي كتاب بدون ما تكون مضطر يلزمك مليون زلمة ليقرأ كتابك. ممكن أنت بس بدك هذا الكتاب يقرأه 50 شخص بس رفقاتك. طيب، كانت هاي الثورة الأولى، لكن الحقيقة اكتملت الثورة أكثر لما صار إجت الإنترنت. لما إجت الإنترنت صار مو بس أنت معك أدوات الإنتاج، أدوات إنتاج المعرفة، صار عندك أدوات توزيع. لأنه أهم تأثير للشبكة هو أنه بيصير كلفة التبادل صفر. يعني أنا هلأ أنت بكل بساطة إذا قلت لك من زمان أنه بدياك توزع لي على صورة على مليون زلمة قبل الإنترنت، فعملية تكلفة كثير مذهلة. أما الآن أنه عادي هلأ بتروح ترفع الصورة على الفيسبوك وخلص، أنت عمليا إذا توصل لمليون بني آدم. فكان هذا التأثير الثاني انه ليدعم اكثر حركه البرو ام ويجعلها فعلا قويه وفعلا جديه، مو بس عم يساوي تلسكوب ومو بس عم يساوي دراجات. وكان هذا الشيء اللي هو حكينا عليه اول شيء هو لينوكس والبرمجيات مفتوحه المصدر. طبعا اللي بيعرف نحن طبعا بجوز مو كل المبرمجين، بس لما نحكي نحن عن برمجيات عم نبني برمجيات عم نبني نظم برمجيه، فهي شيء معقد جدا، هي ما لها شيء بسيط. فعمليا بفضل هدول التكنولوجيتين ناس هو ناس عم يتسلوا مثل لينوكس مثل لينوس بنوا نظام تشغيل عم تعتمد عليه هلا كل الانترنت كلها. تخيلوا الانترنت بكل قوته عم تعتمد فقط على نظام تشغيل لينوكس. جوجل اندرويد بيعتمد على نظام تشغيل لينوكس. فعمليا لاحظوا اهميه هاي التكنولوجيات. لاحظوا انه معنات الشغله ما لها مرتبطه بانه انت اخذت دكتوراه ولا ما اخذت دكتوراه، انت شخص خبير ولا مالك شخص خبير. شغله مرتبطه فقط بالتكنولوجيا. فنحن كنا نفكر من زمان انه ليش انا ما بطلع على التلفزيون؟ مو لانه انت ما بتفهم، لا، لكن لانه التلفزيون ما فيني اطلع عليه الا 10 زلم بس. لكن هلا مع وجود البيرسونال كمبيوتر والانترنت صار فيني اطلعكم كلكم حسابكم كمان حساب، ما في مشكله. تمام. طيب، كان الاختراع اللي بعده هو الويب. طبعا ممكن تستغربوا في فرق بين الويب وبين الانترنت. الويب هو الانترنت فيكم تعتبروها مثل الشبكه، مثل الكهرباء فيكم تعتبروها، لكن الويب هي طبقه فوقها بتخلينا مثل ما هلا تشوفوا تزور المواقع بسهوله. عمليا ما كان الامر بهالسهوله زياره المواقع، انه يكون انت اعطيك موقع وانت تزوره بهالبساطه. طبعا الويب كان سهل كثير عمليه نشوء المواقع وان الناس يفوتوا ويتصفحوا معلومات، لكن كان في مشكله كمان انه كلفه انشاء موقع بدك تكون نوعا ما بدك تكون مثل لينوس، بدك تكون قادر انك تشتغل بايدك، قادر تعرف شوي شلون السيرفرات بيشتغلوا وكذا. فكان عمليا رغم انه الانترنت اتاحت انه من ناحيه مبدا انه كل الناس ينشروا معلوماتهم وافكارهم، لكن كان هذا الشيء محدود نوعا ما، كان في كثير متطلبات تقنيه. هون اجت فكره الويب 2، الويب 1 والويب 2. بالويب 1 كان عندنا مجموعه كثيره من الناس اللي هن الخبراء ومعهم مصاري نوعا ما. طبعا اكيد مو مثل قبل، اكيد مو مثل عصر التلفزيون، بس كان بالمقابل كان في ضغط، في محدوديه، في مجموعه من الناس. انت الموقع فيه مجموعه من الصفحات، انت بكل بساطه ما في لا كومنت لا لايك لا تقييم، ما في اي شيء الا انه انت تتصفح وتزور الروابط، ما فيك تساوي اي شيء اخر. فيك تبعت ايميل، واذا بدك تعدل المعلومه على شفت معلومه غلط على 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 الموقع بدك تبعت له ايميل للزلمه، وهذا الزلمه بدك تستناه ليرد عليك، وبعدين هو بده يرد يتصل بالادمنستريتر لحتى يرد عليه. وطبعا هو كان في كلفه ليتصل بالادمنستريتر، لانه الادمنستريتر بيكون هو اللي مسيطر له على الموقع، يعني هو بيكون ما كان في انه انت تكون ادمنستريتر للموقع تبعك، لانه كان شغله مكلفه. فهون اجت فكره الويب 2 انه لا، انت تقدر تساوي مدونه. هلا اكيد هذه فكره الويب 2 نحن بنلاقيها شغله عاديه طبعا، انه اي واحد بيقدر يساوي مدونه، اي واحد بيقدر يساوي صفحه على الفيسبوك، اي واحد بيقدر يساوي قناه على اليوتيوب. الحقيقة هذا الشيء كان كثير ما كان ابدا شغلة عادية. كان اهم مثال طبعا، اول مثال هو التدوين، اللي هو نوعا ما بلش يخلينا نفكر انه شو دور الصحافة. هلا اول شيء، مين خلال الشهر الماضي قرأ جريدة مثلا؟ ثلاثة.
طب مين خلصوا خلال شهر واحد بخجل يعني طبعا مش هيدا. انا كمان لما كنت صغير انه لقيت الجريده كثير كبيره شو بدي احكي لها مثلا حتى مثلا انه بس عم بوضح لكم اهميه ويب 2 انه مثلا لما تجيب المجلات مثلا فافتح المجله افتح لصفحه النكت بعدين اطلع انه بدي انه والله انا عندي نكت كثير حلوه حابب احطها بس المشكله بدي اقعد ابعتها بالبريد واستنى ويوافقوا ولا ما يوافقوا يعني ان شاء الله يا رب يوافقوا على نكتي علما انه هي ممكن كثير تكون مضحكه بس انه يكون زعل ما بيسمع فالويب 2 حلاوته انه هو لغى كل هالحواجز هي خلى طفل صغير بيقدر انه يسال مدونه ويعبر عن افكاره ويتصل مع رفقاته هذا الحاجز كلها تلتر مع فطبعا فهون فكره بلشت تطلع فكره المدونات تنتشر وتنتشر وتنتشر اكثر وصار في عندك انت يعني صار فعلا نحن عم نقدر نعتمد على المدونين انه هن نستغني فيهم عن الصحفيين يعني انت مثلا حتى تعرف اخر اخبار بالتكنولوجيا انت مالك ما بتشتري جريده اي مجال معظم الناس هلا انت اي شيء جديد الموجود مجالك انت مالك مضطر تعتمد على المجلات التقليديه او جرائد حتى انت نفسك فيك تساوي مدونه خاص فيك وتعبر عن الاشياء الموجوده ضمن مجتمعك ومكانك المحلي ما في شيء كلفه هي مجرد كبستين ثلاثه انت بتساوي مدونه بتعبر عن افكارك فلاحظ فمجرد انه يكون عندك شغف الكتابه وحب الكتابه انت قدران توصل صوتك لكل انحاء العالم كان احد الامثله الثانيه بعد طلعت بعد الدنيا هي فليكر هلا كمان من زمان احنا شايفه هلا بجوز تضحكوا عليه انه شو عم تجيب لنا عم تحكينا عن فليكر انه مشاركه الصور بالحقيقه قبل فيسبوك كان فكره انه شلون بدك تشارك صور كان شغله كثير صعبه يعني انه بدك تساي موقع بدك تساي سيرفر بدك تقعد تشتغل عليه فحلاوة موقع فكر انه خلى كل المصورين العالم انه بكل بساطه بيرفع صوره بيشاركهم مع العالم بيحط عليهم تاكس من خلال هالتاكس بيقدر يوصل الصور لكل الارانب هي مثال اخر كيف انه فعليا فكر مكان كثير خلى كثير من المواهب الكامله تطلع لانه بكل بساطه كان من زمان انت تاخذ صور تستناهم ليطلعوا على التحميض بياخذوا عده اسابيع وبعدين انه بتورجيهم كل ما بيجي ناس عندك بالعيله بتورجيهم الصور بس يعني بتورجيهم 30 انت مثلا ما بيعجبهم صوره فبتتضايق انه هي صوره عظيمه ما لكم شايفينها فبالحقيقه تخيل انه انت التغى كل هذا الحاجز انت كمصور التغى قدامك كل الحاجز قدران توصل كل شيء كل مواهبك لكل الناس اللي ممكن يكونوا مهتمين بنفس الموضوع انت اجت فكره ثانيه هي كمان كانت كثير سوريه كثير قويه هي فكره اليوتيوب كان لسه نشر الفيديو كان اصعب واصعب يعني بدك تحط الفيديو بدك تحطه وتحمله على الموقع وبده اللي بده يشوف الفيديو شلون بده يشوفه بده ينزله وممكن يكون عده صيغ ما كان لسه هلا في انه صيغ جاهز يعني صيغ ستاندرد فانه بنزل البرنامج والله بتطلع صيغه الفيديو غير الصيغه اللي انت بدك اياها فكان عمليا التعامل مع الفيديو كثير مكلف نوعا ما وبده شوي خبره تقنيه فكمان يوتيوب الفكرة الأساسية اللي سواها إنه خلى الناس العادية تقدر ترفع فيديو بكل بساطة بكل سهولة ونفس التأثير اللي حكيناه بالتدوينات والصور وكل أفكار تانية خلى ناس عاديين مجرد عندهم شغف وحب بالتصوير الفيديو إلى آخره يقدروا يتشاركوا مع العالم بالأشياء اللي هنا عم ينجوا طيب خلينا نشوف حابب أجيكم عن أكثر إنه كيف هذا طبعا هدول حكيناهم بيسموهم تواصل اجتماعي يعني ما بعرف ليش بسموه تواصل اجتماعي يعني مو بس تواصل اجتماعي بس كيف ادوات الاعلام الاجتماعي بالاحرى تغلبت على على ادوات الاعلام التقليدي بالارقام